صباح النور، أينما كنتم. الترحاب الحار لكل الذين حضروا اليوم لمشاركتنا في سلسلة الندوات عبر الإنترنت عن السودان في إطار إعادة تصور قطاع الأمن في السودان. أنا لوكا بيونغ دينغ كول، عميد أكاديمي في مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمشرف على برنامج أكاديمي حول استراتيجية الأمن القومي في أفريقيا، وهذه سلسلة من الندوات على الإنترنت عن السودان، وسوف أكون ميسر لهذه الجلسة. ستجرى هذه الندوة باللغتين العربية والإنجليزية. لتحديد لغتك في قائمة البرنامج، يرجى النقر فوق زر الترجمة الفورية الموجود على الطول في الجزء السفلى من الشاشة. إذا كنت تستخدم جهاز محولاً، فقد تضطر إلى النقر فوق المزيد والتحديد خيار الترجمة الفورية. إذا كنت بحاجة إلى أي دعم فني، فيرجى استخدام وظيفة الدردشة الموجودة في شريط القوائم الموجود أسفل الشاشة. سيرد موظفو مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمعهد الأمريكي للسلام على أسئلتك الفنية على خط الدردشة. لنبدأ هذه السلسلة من الندوات عن السودان حول دور القطاع الأمني في التحول الديمقراطي. ستنظم من قبل مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمعهد الأمريكي للسلام. سنبنى برنامجنا بكلمة قصيرة من بيتن كنوف عن المعهد الأمريكي للسلام. بيتن هو من كبار المستشارين في معهد أمريكي للسلام ومن أعز أصدقاء السودان. اتفضل سيد بيتن بكلمة صغيرة. قصيرة. Thank you, Dr. Luca, and thank you for your leadership. شكرا جزيلا السيد لوكا، وشكرا جزيلا لقيادتك ولهذا النقاش الهام الذي سوف يبدأ هذا الصباح. ومرحبا بالسيد تامر اللواء والسيد وميرفت حمد النيل، وأيضا المتكلمين الآخرين. أنتم تعرفون أن معهد السلام هي معهد طبعا مستقل، وهي وكالة التي تعمل وكانت ملتزمة بتعزيز دائما منذ سنوات بإعلام وإدارة التوترات المتواجدة في إفريقيا، خاصة في السودان. فنحن إنه لمن دواعي سرورنا أن نستقبل اليوم ممثلي معهد السلام، وأن طبعا نبدأ سلسلة هذه النقاشات بخصوص هذه الموضوع الأمني في السودان، وأن نهتم بالسياق السوداني على الوجه الخاص، لأنه وخاصة في إطار مرحلته الانتقالية. فنود أن نركز أيضا بأن مركز الدراسات الاستراتيجية، مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمعهد كلها ليست هي ميكانيزيات للسياسات الأمريكية، فنحن هنا لإعطاء منصة للتحاور ولكي نتناقش ونتحدث عن هذه القضايا الهامة في إطار هذه المرحلة الانتقالية في السودان. إنها سوف تعمل كما وارد. شكرا جزيلا لمركز إفريقيا للدراسة الاستراتيجية، شكرا جزيلا السيد لوكا لهذه المناقشة التي سوف تتم في هذه الحلقة الدراسية الشبكية. شكرا. شكرا جزيلا بيتن. لمرة ثانية نرحب بكم لمرة أخرى، وخاصة الذين حضروا الندوة الأولى حول التحول الديمقراطي والدور الفعال لقطاع الأمن. قبل البدء في برنامج، أسمح لي تقديم سرد موجز عن المركز الأفريقي لمصلح الذين لم يحضروا الندوة الأولى. من ناحية التفويض، مركز أفريقيا هو مؤسسة تابعة لوزارة الدفاع الأمريكية، أنشأها ويمولها الكونغرس لدراسة القضايا الأمنية المتعلقة بأفريقيا، ويعمل كمنتدى للبحوث والتواصل وتبادل الأفكار والتدريب الذي يشارك فيه عسكريون والمدنيون. رؤية المركز: الأمن لجميع الأفارقة
تدعمه مؤسسات فعالة مسؤولة أمام مواطني الدول الأفريقية. المهمة المركز المركز المهمة الأساسية للمركز تعزيز الأمن الأفريقي من خلال توسيع التفاهم وتوفير منصة موثوقة للحوار وبناء شراكات دائمة وتحفيز الحلول الاستراتيجية. نتمنى أن هذه السلسلة من الندوات عن دور قطاع الأمن في التحول الديمقراطي في السودان سوف يساعد في فهم أحسن لدور قطاع الأمن وخلق منابر موثوقة لحوار وطني لإيجاد حلول سودانية لجعل قطاع الأمن أن يلعب دورا فعالا لإرساء الديمقراطية والحكم المدني. قبل التقديم للمتحدثين أدعوني أتعرض عليكم أهم نقاط الندوة الأولى حول التحول الديمقراطي والدور القطاع الأمن. أولا التجربة التونسية، رغم خصوصيتها واختلافها عن التجربة السودانية فهناك بعض الدروس يمكن الاستفادة منها ومن بعض التجارب الأخرى من القارة الأفريقية. أولا بعد عقد من الزمن هناك تحديات عديدة تواجه الشعب التونسي حاليا، وهذا يؤكد أن أي تحول من نظام ديكتاتوري إلى نظام ديمقراطي يأخذ زمنا طويلا. ثانيا الحفاظ على مسار التحول الديمقراطي يعتمد على الوعي الشعبي والوحدة والتضامن والقيادة الاستراتيجية من القوة الديمقراطية لحماية أحداث الثورة. ثالثا بناء الثقة بين كل القطاعات المجتمع وتحقيق العدالة الانتقالي من الركائز الأساسية لحفاظ على المسار التحول الديمقراطي. أخيرا القطاع الأمن وخاصة المؤسسة العسكرية شركاء في التحول الديمقراطي إلى حكومة مدنية منتخبة. ثانيا التجربة السودانية، هناك بعض الدروس يمكن الاستفادة منها من التدخلات المتكررة عن طريق الانقلابات من العسكر في السياسات السودانية. أولا إن معظم الانقلابات العسكرية في السودان دائما تتم إما بمساعدة أو تحريض من القوة السياسية المدنية، واللوم ليس فقط في العساكر. ثانيا التسييس كل القطاعات المجتمع المدني المجتمع السوداني وخاصة القطاع الأمن والمؤسسة العسكرية بصورة خاصة عاق التحول الديمقراطي في السودان، وهذا يستدعي إرساء المهنية في المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى. ثالثا عزل أي قوة سياسية في الفترة التحول الديمقراطي يساهم في تدخلات العسكرية في السياسات السودانية. رابعا التحول الديمقراطي السلس شامل وانتخاب حكومة مدنية بطرق شفافة وعادلة من مصلحة ومنفعة المؤسسة العسكرية. أخيرا خلاصة دكتور حسن الحاج على أنه لا يتوقع الانقلاب عسكري نتيجة للوعي السياسي ويقص السياسي خاصة وسط الشباب والمرأة هم صانعي وحماة الثورة السودانية. هذا يؤكد ضرورة دعم برامج الشباب والمرأة خلال الفترة الانتقالية. قبل ما نبدأ عايز هذه الندوة هي الندوة الثانية من سلسلة الندوات الخمسة عن السودان، وسوف تركز هذه الندوة على تقييم العلاقات المدنية العسكرية في السودان. الندوة المتبقية حتى الآن هتكون إصلاح القطاع الأمن واستراتيجية الأمن القومي التجربة الأفريقية، وده هيكون 29 مارس في بتوقيت الساعة 2 بتوقيت السودان. الندوة الثالثة هتكون الاستراتيجية الأمن القومي كأداء عملية، وراح يكون 12 أبريل الساعة 2 الموعد السودان. والندوة الأخيرة الخامسة أهمية تطوير استراتيجية الأمن القومي لعملية الانتقال في السودان، وراح يكون يوم 26 أبريل الساعة 2 التوقيت السودان. ستكون جلسات الندوة على الإنترنت لمدة 90 دقيقة
لكل منها تتضمن حوار مناقشة مسجلة بين ميسر الجلسة والمتحدثين لمدة 60 دقيقة. تليها فترة أسئلة وأجوبة تفاعلياً مع المشاركين لمدة 30 دقيقة. ناسي في الندوة الأولى لعدم إعطائكم فرص كافية لتقديم أسئلتكم، وسوف نحاول إتاح فرص أوسع في هذه الندوة. أهداف هذه الجلسة هو المعرفة المزيد من التجربة السودانية في العلاقات المدنية العسكرية والتحولات السابقة، مناقشة التحديات من أجل تعزيز الحوار وبناء الثقة بين الجهات الأمنية والمدنية، بما في ذلك فهم المواطنين لأدوارهم ومسؤولياتهم في المسائل الأمنية في ظل الديمقراطية. ثالثاً، تبادل الفرص والدروس المستفادة لتحسين العلاقات المدنية العسكرية خلال الفترة الانتقالية الحالية. قبل بدء الحوار هناك بعض اللوائح الأساسية يجب التعرف عليها. كما ذكرت هناك فقرتان، الفقرة الأولى هي الحوار مع المتحدثين، وسوف يكون الميكروفون والفيديو قافلة للمشاركين. الفقرة الثانية حتكون الأسئلة والأجوبة. تجرى الندوة اليوم بموجب قواعد عدم الإسناد لتمكين الحوار السريع والتبادل الآراء. من فضلك لا تسجل هذه الجلسة، بينما نشجعك على مشاركة الأفكار التي تكتسبها من هذه المناقشة مع زملائك. يرجى عدم اقتباس أو استشهاد بالتعليقات المحددة من أي شارك في هذا الحوار. خلال فترة الأسئلة إذا أردت التعليق أو سأل السؤال، يرجى استخدام وظيفة رفع اليد في شريط قوائم زوم الموجود أسفل الشاشة. عندما تتم دعوتك للتحدث يرجى إلغاء كتم صوت الميكروفون. يرجى كتم صوت الميكروفون مرة أخرى عند الانتهاء من التحدث. الأسئلة ستكون بالإنجليزي والعربي. يمكنك أيضا طباع أسئلتك خلال أو بعد الحوار باستخدام وظيفة الدردشة الموجودة في شريط القوائم الموجودة أسفل الشاشة. إذا كنت بحاجة إلى دعم فني فيرجى استخدام وظيفة الدردشة الموجودة في شريط القوائم الموجودة أسفل الشاشة، وسيرد موظفو مركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية والمهد الأمريكي للسلام على أسئلتكم الفنية على خط الدردشة. خلينا بعد نقدم المتحدثين اليوم. أنا سعيد اليوم بتقديم 3 متحدثين الذين لهم خبرات وافية وفهم عميق عن قضايا السودان، وهو فريق أول مرقاعد إماد الدين عدوي والسيدة ميرفت محمد النيل والدكتور تامر عبد الكريم. بما إن سيرتهم الذاتية موجودة سأركز على بعض الخبرات والمؤهلات. أولا، المتحدث الأول فريق أول متقاعد إماد الدين مصطفى، كان رئيس هيئة العمليات المشتركة ورئيس هيئة الأركان المشتركة ونائب رئيس أركان القوى البرية ومدير الإدارة العامة والنظم المعلومات للجيش السوداني. كان موجها ومديرا لأكاديمية نميري العسكرية العليا، حامل ماجستير في علوم العسكرية من جامعة بك في العراق، ودبلوم كبار القادة الأفارقة من أكاديمية ناصر في مصر. خريج كلية الحربية السودانية، حصل على جوائز وتكريمات عديدة منها زمالة كلية الحرب العليا بالأكاديمية النميرة العسكرية العليا. هو خبير في أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية، شارك في مفاوضات الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام الشامل عام 2005. شكرا جزيلا فريق أول عماد لمشاركتنا اليوم. المتحدثة الثانية هي ميرفت حمد النيل عثمان، هي خبيرة مستقلة ومحترفة في المجتمعات المدنية التعددية الثقافية والاجتماعية والنوع الاجتماعي، منظمات المجتمعية والرصد وتقييم المشاريع وحقوق الإنسان والمناطق المتأثرة بالنزاع. هي خريجة من كلية العلوم الرياضية من جامعة الخرطوم.
تعمل الآن في إكمال دراستها العليا في مجال النوع الاجتماعي والهجرة والتعديلية الثقافية في جامعة الأحفاد للبنات بالسودان. شارك في مفاوضات بين القوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي في 2019، مما أدى لتوقيع الميثاق الدستوري. المعقب دكتور تامر محمد أحمد عبد الكريم هو نائب مدير مهد الدراسات السلام في جامعة الخرطوم، منسق برنامج دعم الجامعات الإقليمية في السودان، هو سكرتير أكاديمي لمركز دراسات النوبيين، وحامل دكتوراه في علم الاجتماع من ألمانيا وماجستير في علم الاجتماع من النرويج. شكرا تامر وشكرا ميرفت لوجودكم معنا الليلة في هذه الندوة. بنبدأ الحوار مع الفريق أول المقايد عماد عدوي. السؤال الحقيقي إنه بناء على مهنتك العسكرية، ما هي في نظرك العوامل التي أثرت في تشكيل العلاقات المدنية العسكرية في السودان؟ لا سيما إن الاعتقاد السائد في المؤسسات العسكرية إن الحكومة التي يقودها المدنيون من غير مرجح أن تحافظ على الاستقرار السياسي في السودان. جنرال عماد مرحبا بك. وهام، لذا من المهم هنا الاسترشاد ببعض الأسس النظرية والأكاديمية للمساعدة في تفهم وتحليل الواقع السوداني على مر الحقب التي تلت استغلال السودان. طبيعة العلاقات المدنية العسكرية تبرز أهميتها نسبة لضرورة التعرف على العوامل التي يمكن من خلالها قياس مدى العلاقات المدنية العسكرية وطبيعتها وأي انحرافات لها عن المسار المرجو والمطلوب. كذلك من الحاجة إلى وجود مرجعيات وأدلة متفق حولها يمكن الرجوع إليها عند التعامل مع قضية العلاقات المدنية العسكرية. ثم كذلك لأهمية استكشاف طبيعة ودور المؤسسات العسكرية والأمنية في دعم عملية التحول الديمقراطي من خلال عمل علاقات ديمقراطية تحترم المؤسسات المدنية. إن المغاربات والمداخل السليمة لتناول هذه القضية ينبغي أن تركز أولاً على تحديد بنية المؤسسات العسكرية والأمنية وطبيعة دورها الوظيفي وإنعكاسات التغيير في تلك الأدوار الوظيفية على تفاعلات تلك المؤسسات مع باقي مكونات النظام السوداني. كذلك من الضروري تحليل النظام السياسي الذي يشهد عملية التحويل والتغيير، ويعكس ذلك التحليل طبيعة التفاعلات التي تتم في النظام السياسي في السودان بين الفاعلين من المدنيين والعسكريين، وكيف يمكن أن تؤثر تلك التفاعلات في النهاية على طبيعة عملية التحول الديمقراطي. حتما هنالك عوامل تشكل وتؤثر على العلاقات المدنية العسكرية، ويمكن اختصارها في الآتي: أولا، تطور علاقة المؤسسات العسكرية بالسلطة السياسية في السودان، وهنا لابد من التذكير أنه منذ العصور القديمة كانت قوة الحكم تستند على دعامتين هما الجيش ورجال الدين، حيث كان الحاكم يجمع بين السلطات الروحية والمدنية والعسكرية. بعد تشكل الدولة القومية ظلت العلاقات بين الحكام والدين والجيش لم تحسن بعد في عدد من دول العالم، ومن بينها بالتأكيد السودان. ظلت المؤسسة العسكرية السودانية تتمتع بسمة خاصة أنها تحتكر وحدها القوى المادية الأساسية في الدولة، ولذلك هي أداة الردع الرئيسية لفكرات ليست بالقصيرة. إن التغيير الجذري في العلاقات بين نظام الحكم وأداة القوى التابعة له في السودان يصبح مثيراً للدهشة حين تصبح الأداة نفسها هي نظام الحكم ولفترات متعاقبة وطويلة. أيضاً برز خلال العلاقات بين المدنيين والعسكريين في السودان تأكد دوماً أنه نادراً ما تتحقق تغييرات مهمة في طابع السلطة السودانية
أو في الاتجاه السياسي أو الاجتماعي للبلاد رغما عن رغبة وإرادة المؤسسة العسكرية. بينما تعددت الحالات التي استطاعت المؤسسة العسكرية السودانية أن تفرض إرادتها على البلاد من دون أن تكون لها رغبة في إدارة عسكرية أو على الرغم من وجود قيادة وطنية. العامل الثاني الذي يساعد على ذلك في دراسة العلاقات المدنية العسكرية هو السيطرة المدنية على المؤسسات العسكرية بحسبان أنها العلاقة الأساسية. جاءت نظريات العلاقات المدنية العسكرية العالمية وأبدت اهتماماً كبيراً نتج عنه نظريات ومغاربات مختلفة تماماً شكلت لاحقاً الأساس النظري للعلاقات المدنية العسكرية في عدد من الدول وضمنها بطبيعة الحال السودان. أبرز هذه النظريات والمصطلحات كان ظهور مصطلح عدم التوافق بين المجتمعات الصناعية المتقدمة واستخدامها للقوى العسكرية، ثم المنطق المدني الذي توصل إليه وولفغانغ حيث ذكر أن المنطق العسكري والمنطق المدني يختلفان جذرياً ويتعرضان بشكل متزايد لاستبعاد أحدهما الآخر. ولكن التأثير الأهم في تقديري جاء من عالم السياسة هانتينغتون الذي كتب كتابه الجندي والدولة في العام 1957 وكشف فيه الصراع المحتمل بين الرغبة المدنية للسيطرة على القوات المسلحة واحتياجات الأمن العسكري، وكان في رأيه أن هذا التوتر يمكن أن يدار عبر السيطرة المدنية الموضوعية ومفتاحها الاحتراف العسكري والمفاهيم المصاحبة له من الاستقلالية العسكرية والحيادة السياسي والتبعية الطوعية. إلا أن هنالك انتقادات قدمت له من سامويل فاينر وموريس غانويتس الذين ذكروا أن معادلة الاحتراف العسكري والتبعية الطوعية قد تكون غير ثابتة بالضرورة، لأن الكثير من القوات المسلحة التي اعتبرت محترفة ومهنية انخرطت في مساعي مختلفة من تقويض السلطة المدنية بما في ذلك الانقلابات. إلى أن جاءت نظرية التحدي المدني العسكري التي جاء بها بيتر فيفر، وجوهرها هو التوفيق بين جيش قوي بما يكفي لفعل أي شيء يطلبه منه المدنيون مع جيش تابع بما فيه الكفاية لفعل فقط ما يأذن المدنيون لهم بالقيام به. واعتبر ذلك مسألة خاصة للوكالة العسكرية، إذ كيف يمكن التأكد من أن وكيلك يقوم بما تريده، وخصوصا عندما يمتلك السلاح ويتمتع بالمزيد من السلطة الغسرية أكثر منك. ولكن برنارد بويني لخص هذه المعضلة بهذه الطريقة: كيف يمكن لمجتمع بأمان وتناغم إدارة علاقاته بالمسؤولين عن أمنه بفاعلية؟ إذن السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية هي العامل الأساسي في العلاقات المدنية العسكرية. وعلى الرغم من اختلاف نظريات العلاقات المدنية العسكرية حول شكل التوازن الأفضل لإدارة تلك العلاقات، إلا أنه كان هناك اتفاق حول منح المدنيين السيادة على العسكريين، إذ عاد ما ينظر إلى السيادة المدنية على أنها أحد مظاهر الديمقراطية داخل الدولة. إن الرؤية السائدة الآن في الدراسات والأدبيات هي التي تركز على العلاقة بين سلطات الدولة ممثلة في القادة المنتخبين وبين القوات والمؤسسات العسكرية والأمنية، ومن خلال هذا المنطق الذي يرى في المؤسسات الرسمية بوصلة العلاقات المدنية العسكرية يمكن تقسيم أنماط العلاقة إلى 3 أنماط رئيسية. النوع الأول هي علاقات مدنية عسكرية ديمقراطية، وهو النمط الذي يعلي من شأن القيادات المنتخبة ديمقراطياً ويمنحها السيادة على المؤسسة العسكرية حتى وإن اختلفت درجة السيطرة المدنية على العسكريين، وكذلك مدى القدرة الممنوحة للعسكريين على التحرك في الشأن الداخلي.
ولكن يتبين لنا أن الاقتراب العسكري من المجال السياسي الداخلي في هذا النمط يعتبر محرماً، وتختلف هذه العلاقة باختلاف درجة ترسخ الديمقراطية داخل الدولة. ففي حالة التحول الديمقراطي فإن جوهر هذا النمط يكون في إبعاد العسكريين عن التدخل في السياسة. أما الأنظمة الديمقراطية الراسخة فالأمر يختلف، فقد يتجاوز ذلك إلى السيطرة على السياسة الأمنية والدفاعية وتوجيه القوات. النوع الثاني هو علاقات مدنية متداخلة، ويتسم بوجود مؤسسة عسكرية مسيسة تقوم بتنفيذ الأهداف والمبادئ للحزب أو التحالف الحاكم. وفي هذا النمط يمثل العسكريون جزءا من النخبة الحاكمة، ويرتبط هذا النمط في العادة بوجود جيش ثوري يمثل أداة للشعب أو الحزب أو التحالف. النوع الثالث والأخير هي علاقات مدنية عسكرية بريتورية، وهذا النمط مرادف للتدخل العسكري واسع النطاق في عملية التغيير السياسي اعتمادا على الاستخدام الفعلي للقوة أو التهديد باستخدامها. أيضا من العوامل المهمة في تحديد طبيعة العلاقات بين المدنيين والعسكريين هي الأدوار غير التقليدية للمؤسسة العسكرية، فقد ظلت المؤسسة العسكرية السودانية تستخدم للقيام بأدوار غير تقليدية بما يتعارض مع الوظيفة الضرورية لها، خاصة أدوار الأمن الداخلي والمساهمة في بناء وتنمية الدولة ودرء الكوارث، ولعب دور مدرسة الأمة لقرس القيم الوطنية من خلال التجنيد، وأخيرا من خلال عمليات حفظ السلام. تقوم تلك الرؤية على أنه في ظل بيئة من الفوضى الدولية قد تضطر الدول إلى الاعتماد على مواردها الذاتية من أجل ضمان استمرار وجودها، وتكون القوة العسكرية هي السهم الأخير لسلطة الدولة. ويتبين لنا أن مستويات الأدوار غير التقليدية يمكن أن تكون في أولها هي مهام الأمن الداخلي، ثم مهام مدنية للتنمية، ثم التدخل في السياسات العامة. وفي العادة يلجأ الجميع لتبرير تلك الأدوار غير التقليدية، ولكن هنا لابد من وجود ضوابط للدولة لمعالجة ذلك ومنع التوسع في تلك الأدوار دون إشراف السلطة المدنية. هذه الضوابط يمكن أن تشمل قيام السلطات المدنية بتحديد مستوى الأدوار والمهام غير التقليدية، وكذلك تحديد المدى الزمني لها ووضع الإطار القانوني الحاكم لها في الدستور والقوانين واللوائح، مع ضرورة إشراف السلطة المدنية على ذلك من خلال آليات محددة، لأن انغماس المؤسسات العسكرية والأمنية في الأدوار غير التقليدية دون إشراف السلطة المدنية حتما يؤثر على مستوى الترسيخ الديمقراطي للدولة. العامل الخامس دكتور لوكا هو التدخل العسكري في السياسة الداخلية. وإذا ما نظرنا إلى سيطرة المدنية السلطة المدنية الديمقراطية باعتبارها الوجه المرغوب للعلاقات المدنية العسكرية داخل النظم الديمقراطية، فإن التدخل العسكري يشكل الطرف الآخر لتلك العلاقات، وهو ما تخشاه الدول الديمقراطية خوفا على الدولة من العسكرة. إن التدخل العسكري يمكن تعريفه بأنه انخراط المؤسسة العسكرية أو جزء منها في العملية السياسية بشكل مباشر بالاستيلاء على الحكم ومشاركة أوسع للعسكريين في الحكم، أو بشكل غير مباشر وأن يكون الحكم العسكري من خلال قبعات مدنية. وهنالك نماذج عديدة للتدخل العسكري، مثل نموذج الحراس جيش السلطة، عندما يصبح الجيش جيشا للسلطة السياسية لا جيشا للدولة. والسمة الأهم للقوات المسلحة الحارسة في ذلك النمط هو قبولها للنظام الاجتماعي القائم ومقاومة أي محاولة لإحداث تغييرات. ثم النوع الثاني والأخير هي سلطة الجيش، الذي يكون فيه للجيش الدور القيادي. هنالك آليات عديدة للتدخل العسكري، ولكن أهمها هي التحالفات العسكرية. كما ذكرت في المقدمة دكتور لوكا أن التحالفات السياسية التي تحصل بين المؤسسة العسكرية وبين بعض القيادات المدنية أو تيار سياسي معين. هنالك أيضا الانقلابات العسكرية، وهي نوعان انقلابات افتراقية تضع نظاما جديدا للحكم وتفرض هياكل نخبوية جديدة، وانقلابات وصائية.
وأعتقد أنه بعد توضيح هذه العوامل التي تشكل وتؤثر على العلاقات المدنية العسكرية يمكنني القول بأنه من الممكن جدا للحكومة بقيادة المدنيين في السودان في ظل علاقات مدنية عسكرية متوافقة يمكنها تحقيق الاستقرار للسودان طالما تم احترام التعهدات والالتزامات التي جاءت في الوثيقة الدستورية وتم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام في توقيتاتها ومدياتها مع الاستفادة القصوى من مجلس شركاء الفترة الانتقالية والاتفاق على مفهوم موحد للأمن الوطني السوداني وتفعيل دور مجلس الأمن والدفاع الوطني بعد توسيع أمانته العامة وإشراك المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات فيه مع الاستفادة من المجالس المتخصصة لوضع السياسات وإصلاح القطاع العسكري والأمني لتعزيز دوره في الانتقال الديمقراطي للدولة. شكرا جزيلا عماد على الـ على الـ على هذه الملاحظات القيمة. ربما بس بدنا نسألك سؤال أخير وممكن يكون بالإيجاز. أولا، هل في اعتقادك، هل في قناعة في القيادات العسكرية بمسؤولية المدنيين والمواطنين في تحديد الرؤية الأمنية للسودان وإخضاع المؤسسات الأمنية بما في ذلك العسكرية لرقابة الحكومة؟ ده السؤال الأول يكون بالإيجاز. السؤال الأخير، ما الذي يمكن يفعله القيادات العسكرية بشكل مختلف لكسب ثقة المواطنين وخاصة الشباب الذين يرون الانتقال إلى الديمقراطية المحكومة بقادة مدنيين لا رجوع منهم؟ ممكن يكون بالإجاز لأنه الوقت بتاعنا ضيق شوية. ده سؤالين ممكن لقال أنت جاوبت عليهم، لكن بكون لو فصلت بطريقة كويسة بكون أحسن. حقيقة يشكل الحكومة الحكومات الأولى منذ استقلال السودان التي شهدت نظما سياسية برلمانية وحكومات بقيادات مدنية على المستوى السياسي والتنفيذي والتشريعي تؤكد على أن العلاقات المدنية العسكرية أنذاك كانت تتميز بمؤشرات ديمقراطية واحترافية عسكرية، وكانت السيطرة هي للمدنيين على العسكريين. وبالتالي يمكن أن نقول أن الوضع الأساسي أو الرئيسي هي السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية، ولكن هنالك تحدث بعض العوامل التي والتحديات والمحددات التي يمكن أن تؤثر على الثقة بين المدنيين والمؤسسات العسكرية، وهنا لابد من معالجة هذه الدوافع أو التحديات. المجموعة الأولى هي ما هي دوافع العسكريين التي تشمل رغبتهم في المشاركة في الحكم، وهي بالتالي لابد من دراستها. كذلك لابد من دراسة أن هنالك رأي بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية داخل المجتمع هي التي قادت وتقود إلى تدخل المؤسسة العسكرية وبالتالي تدهور الثقة. أعتقد أن هنالك عدد محدود من التحديات. أولها هو الاختلاف حول تعريف السيطرة، هل هي سيطرة مدنية أم هي سيطرة ديمقراطية؟ كيف يتم فرض السيطرة؟ وهي إشكالية حقيقة، لأن هنالك من يرى أن استخدام كلمة السيطرة تؤثر أو تدعو إلى التقليل من الشأن العسكري ويدعو إلى استخدام مصطلحات إدارة وإشراف. كذلك ماذا يقصد بكلمة مدنية؟ هل هم المدنيون المنتخبون أم أنه يمكن أن تكون هنالك حالات أخرى؟ ما هي حدود طاعة العسكريين للمدنيين في حالة تمكن المدنيين من إخضاع العسكري لسيادتهم؟ فهل ذلك يعني حصولهم على الطاعة مطلقة أم أن هناك حدود لتلك الطاعة؟ كذلك الإجابة على من له الأولوية الحصول على الطاعة بين السلطات المدنية، لأن هنالك سلطات سيادية وسلطات تنفيذية وسلطات تشريعية، ما احتمال التنافس بين تلك السلطات المختلفة؟ وهنا تبرز إشكالية من له الأولوية في الحصول على طاعة الجنود. ولكن النقطة الأهم هي الاختلاف حول مستويات السيادة المدنية
التي يمكن تقسيمها إلى سيطرة سياسية وسيطرة مدنية وسيطرة ديمقراطية، حيث من المفضل دائما أن نلجأ إلى السيطرة الديمقراطية لأنها العنصر الأساسي الذي يميز السيطرة الديمقراطية على السيطرة المدنية، خاصة أنه في النظام الديمقراطي ينبغي أن يكون هنالك دستور ومؤسسات برلمانية وديمقراطية وسلطة قضائية ومجتمع مدني ووسائل إعلام تشرف على أداء المؤسسة العسكرية، وأن يتوفر للمدنيين الخبرة اللازمة للإدارة والإشراف على المسؤوليات الدفاعية والأمنية مع احترام المدنيين للخبرة العسكرية. أنا أعتقد أنه بالإمكان القول أنه يمكن لسلطة مدنية أن تدير الفترة الانتقالية بالتفاهم والتوافق مع المؤسسات العسكرية والقوات العسكرية من خلال الاحتكام للوثيقة الدستورية التي تم تنفيذها، وكذلك يشكل تنفيذ اتفاقية جبل السلام تحدياً للثقة بين المدنيين والعسكريين من حيث ضرورة الالتزام بكافة بنوده وتوقيتاته، وأهمها الدمج الكامل لكافة القوات في القوات المسلحة. أيضاً نجد أن الوثيقة الدستورية حددت المهام، ولكن حقيقة الأمر يحتاج إلى تفصيل أكثر، لابد من مجلس شركاء الفترة الانتقالية تفعيله. بما تقدم يتبين لنا جلياً أن هنالك العديد من المعايير التي من شأنها المساعدة في تحسين العلاقة بين المدنيين والعسكريين لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر، ويتطلب ذلك بذل كافة الجهود لضمان تمتين وتقوية العلاقة بين كافة شركاء الفترة الانتقالية. شكرا جزيلا فريق أول عماد على هذه المداخلة الضافية، وربما أديت مساحة لنقاش أوسع في العلاقات العسكرية المدنية في السودان. وده بدي لأنه يتحول للأستاذة ميرفت حمد النيل. وزي ما أشرت فريق أول عماد موضوع الميثاق الوثيقة الدستورية. أستاذة ميرفت، بناء على مشاركة في التفاوض على الميثاق الدستوري أو الوثيقة الدستورية الذي حدد العلاقات المدنية العسكرية خلال الفترة الانتقالية، هل يمكنك أيضا إيضاح كيفية تعريف هذه العلاقة العلاقات في الميثاق أو في الوثيقة الدستورية؟ شكرا دكتور لوكا، وشكرا لأفريكا سنتر على إدارة هذه المبادرة الجيدة والتي حقا نحتاج إليها في السودان لدعم التحول الديمقراطي ولمراجعة العلاقات بين ويعني تطوير العلاقات بين المؤسسات المختلفة بما فيها المؤسسة الأمنية. في الوثيقة الدستورية عملت على إنه يتم استغلال الفترة الديمقراطية للانتقال لحكم مدني. في الديباجة بتاعت الوثيقة الدستورية في آخر فقرة، وتأكيداً لعزمنا على وضع لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان مستقبلاً واستناداً على شرعية الثورة، فقد توافقنا نحن المجلس العسكري الانتقال وقوة الحرية والتغيير على أن نصدر الوثيقة الدستورية القادمة. إذن الوثيقة الدستورية نفسها مبنية على الانتقال لحكم مدني وليس يعني يشترط أن يصل لمدني ديمقراطي ثم بعد ذلك يكون للمدنية السلطة والأوثوريتي على المؤسسات الأمنية والعسكرية. أيضا في المادة 5 تقول أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، يبقى السيادة بالأساس للشعب. بصورة عامة في الهياكل المختلفة والأجهزة المختلفة وضعت الوثيقة الدستورية، وضعت 3 أجهزة للحكم، هي مجلس السيادة ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي. في مجلس السيادة تم فيه توزيع نسبة العسكريين والمدنيين قبل اتفاق جوبا ب 5-5+1، ثم جاء اتفاق جوبا و
الآن أصبح عضويته 14 عضواً. كذلك تم توزيع يعني رئاسة المجلس السيادة بين المكونين العسكري والمدني، فأخذ العسكري الدورة الأولى والتي ستخلص قريباً بإذن الله وتستلم السيادة المدنية. في مجلس الوزراء تم تخصيص تعيين لحقيبتي الداخلية والدفاع، تم تخصيص تعيينهم للمكون العسكري. هذا التعيين أو مش التعيين أفضل شيء، لأنهم يرشحون عدد من الأسماء ويعتمدهم السيد رئيس الوزراء، يتبعون بشكل كامل لرئاسة الوزراء بحسب الوثيقة الدستورية. بالنسبة للمجلس التشريعي والذي لم يتم تكوينه بعد، فكان يجب أن يتم تكوينه في خلال الثلاث شهور الأولى من الفترة الانتقالية، فبه 67% لقوى الحرية والتغيير، ويتم مشاورة المكون العسكري في 33%. هذا شكل العلاقات في الوثيقة الدستورية أو تقسيم الأجهزة أو الصلاحيات في الوثيقة الدستورية من ناحية أجهزة. من ناحية مهام، تم تخصيص السلام لتقوم، تم وضع السلام عبر مهام الوزراء. كل مهام الانتقال يقوم بها مجلس الوزراء، فالمادة الأولى هي عن السلام، والذي يجب أن يخاطب جذور المشكلة ويخاطب المجموعات المتضررة من الحرب، وهذا بالضرورة يضمن وجود المدنيين وكل المجموعات المتضررة في عمليات السلام. أيضاً نصت المادة 6 مهام الانتقال على إعادة المفصولين وتوفيق أوضاعهم، المفصولين من الخدمة المدنية والخدمة العسكرية، عمل النظام البائد على أنه يفصل كل المواطنين في المؤسسات وكل الذين يقدمون بشكل محايد للمؤسسات لزيادة الاختراق داخلها. فتم اختراق كبير جدا للمؤسسات الأمنية في الفترة النظام السابق. هذا الاختراق له تأثيره أيضا على صياغة الوثيقة الدستورية، إذ أن هذه الوثيقة الدستورية جاءت ك power balance agreement، جاءت كاتفاق توازن قوى، عمل توازن القوى وعملت يعني إرادة إرادة السيطرة على الوضع الأمني، وذلك لأسباب عدة. تم اختراق عالي جدا في المؤسسات الأمنية والعسكرية من قبل النظام السابق، وأيضا تم ليس فقط اختراق على المستويات، وإنما تم أيضا تكوين ميليشيات موازية للجيش، وهذه أزمة حقيقية اضطرت القوى المدنية لأن تنتهي في التفاوض أو في الحصول على السلطة في الفترة الانتقالية منهجا مخالفا للفترات الانتقالية السابقة في 64 وفي 85. هذا الوضع الغير مستقل للمؤسسة العسكرية هو الذي دفع بأن يكون لهم دور في السلطة الحالية في الفترة الانتقالية، وذلك حتى يتم فعلا يعني مراجعة أو إصلاح المؤسسات الأمنية تحت إشراف خطة أمنية موضوعة بواسطة الجميع، ويراقبها المواطنون من أماكنهم المختلفة. في المادة 12 بتوضح إصلاح مؤسسات الدولة عموماً، المادة 12 من مهام الانتقال بتوضح إصلاح المؤسسات والعسكرية، وتوكل إنفاذ إصلاح مؤسسات الدولة العسكرية للعسكريين أو للأجهزة العسكرية، أي أن سياسات الإصلاح وغيرها يتم
صنعها في مكان آخر وتقوم الأجهزة العسكرية بإفرازها بحسب الوثيقة الدستورية. أيضا في باب السلام وبقيه الأبواب هناك في السلام تحديدا هنالك مواد عن تغيير كل الإصلاح كل تغيير وإصلاح كل القوانين والتشريعات حتى تتواءم مع المرحلة الجديدة وشكل الأمن بعد السلام وغيره، بالإضافة لاشتمالها على أو نصها على القرار 1325 القاضي في مشاركة النساء في الأمن والسلم. هذه هذا الاتفاق الذي جاء وتم فيه توضيح العلاقات بين المؤسسة العسكرية أو المكون العسكري، هنا لما يتكلم عن المؤسسة الأمنية هي كانت ممثلة في الجيش بغالب من كانت المجلس العسكري كان الأغلبية فيه من العسكريين وفيه أيضا دعم سريع، ويمكن السيد عماد يذكر التكوين بوضوح أكثر. كان فيه أيضا تمثيل الشرطة وغيره، ولكن كان هنالك أيضا وجود عناصر كانت يعني كانت لها ولائها بالأكثر للنظام السابق، وهؤلاء لم يكتمل النقاش أو لم يكتمل الوصول إلى هذه الصيغة إلا بإبعادهم. ربما نحتاج في المستقبل لتقوية العلاقات العسكرية المدنية بإبعاد من ساعدوا في اختراق الجيش والمؤسسات الأمنية، لأن هذا ضروري للانتقال. فأي ادعاء بأنه يجب أن تكون كل القوى التي ساعدت على أن يكون الجيش ليس محايداً، أنها يجب أن تكون موجودة، هذا شيء لا أساس له من الصحة، وإنما هذا يدمر المؤسسات العسكرية أكثر، لأنهم لهم وجودهم واختراقاتهم وقدرتهم على مخالفة النظام وغيره. هذا فيما يخص ما اتصل به الوثيقة الدستورية. أوكي. شكرا جزيلا أستاذة ميرفيد للإيضاح وبالأخص التركيز على الوثيقة الدستورية. نتيجة لضيق الوقت، أنا السؤال الأخير ممكن يكون بالإجاز، ما الذي يمكن أن يفعله المدنيون بشكل مختلف للعمل مع تلك الجهات الأمنية التي تريد إصلاح مؤسساتها وتكون جزء من التحول الديمقراطي وكسب ثقة الجهات العسكرية الأخرى لتكون جزء من التحول الديمقراطي؟ حسنا، تواجه تسمعونني؟ تواجه المدنيون والعسكريون مشاكل في الالتزام بالوثيقة الدستورية. الوثيقة الدستورية هي أساس للانتقال، رغم كل ما شابها وكل النواقص فيها فهي تمثل أساس للانتقال في الفترة الانتقالية، ولكن لم يتم احترام هذه الوثيقة الدستورية وتطبيقها كما هي. فالمطلوب بالأساس أن يمارس المدنيون سلطاتهم، ممارسة المدنيون سلطاتهم تعطيهم القوة وتعطيهم الاحترام حتى من المؤسسات العسكرية، وتمنحهم الثقة من كل المؤسسات المؤسسات العسكرية. شهدت فترة الاعتصام تفاعلا كبيرا بين المدنيين والعسكريين في ساحات الاعتصام، ولكن بعد المجزرة تغيرت هذه العلاقات. فالمجزرة هي مايلستون في مسيرة الانتقال الديمقراطي، ما لم تتحقق العدالة الانتقالية لن يستطيع الناس بناء جذور ثقة راسخة بين المؤسسات العسكرية والمواطنين. الباب الأول في المادة الأولى لاختصاصات مجلس السيادة تقول أن المجلس السيادي، وهنا مقصود المجلس السيادي كله بشقيه المدني والعسكري، هو القائد الأعلى
للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى. فعلى المدنيين أن يمارسوا هذه السلطات حتى تكون لهم القوة. أيضا هنالك مجلس الأمن والدفاع والذي يجب أن يتدخل ويضع السياسات التي تخص الأمن والدفاع وأيضا يتخذ القرارات الخطيرة وهكذا. وهذا المجلس أيضا مكون من كل مجلس السيادة بالإضافة لبعض الوزراء بالإضافة للنائب العام. فإذا تمت ممارسة هذه السلطات وتم استخدام هذه الأجسام وهذه البلاتفورمز يمكن أن تنشأ علاقة قوية بين المدنيين والعسكريين الذين يريدون الانتقال لوضع مدني. هذه النقطة مهمة جدا أن شكل هذه العلاقات يكون بين المدنيين والعسكريين الانتقال المدني ويعملون من أجله. لذلك هذا هو الأساس في أن تكون هنالك ثقة من العسكريين في المدنيين. هنالك دوما مبررات متطابقة للتدخل والانقلابات من العسكريين، هي أن المدنيين لم يحسنوا استخدام السلطة ولم يتعاملوا مع الديمقراطية بشكل جيد، وهم تحدث عنه السيد عماد، تحدث عن اختلاف المنطق العسكري والمنطق الديمقراطي. فليست في أمورته من التعقيد وتشكيل أمور السلطة من التنوع ومشاكله من التنوع والتعقيد، بحيث لا يمكن حلها بالضبط والربط والأسس العسكرية. نحتاج لمزيد من الديمقراطية ومزيد من الفترات الديمقراطية، تطوير الفعل الديمقراطي. نحتاج أكثر لتغيير عقيدة العسكريين تجاه مسألة أنهم يمكن أن ينقذوا الوطن أو أنهم هم المسؤولين عن سد فراغ السلطة في أي وقت. هذه مشكلة. فحتى لو أخذنا هذا من ناحية أمنية، فالأمن مسؤولية الجميع، مدنيين وعسكريين، ويجب أنه نصل مع العسكريين عبر المناهي وعبر الأدبيات وعبر الثينك تانكس المختلفة، لأن يتم تخصيص مهام العسكريين لحماية الدستور وحماية البلاد، وأن لا يتدخلوا في الحكم، ويجب أن توضع الخطط الأمنية بحيث تحمي المواطنين من التفلتات ومن الأوضاع الأمنية ومن التعدد السلطة العسكرية في الحكم. أوكي. أستاذ مرفز، شكرا جزيلا للإيضاح. أنا نتحول الآن للدكتور تامر. طبعا خيارنا للمتحدثين إنه خلفية عسكرية وخلفية المجتمع المدني، وكنا محتاجين يكون في أكاديمي لصوت الأضواء في المفهوم أو حديث المتحدثين. دكتور تامر، طبعا استمعت لعماد ولمرفد، في رأيك ما هي إجراءات بناء الثقة اللازمة لكسر حلقة الانعدام والثقة بين المدنيين والجهات الأمنية في الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية؟ بما في ذلك الإجراءات اللازمة في مجلس السيادة. أستاذ مرفد ركزت. شكرا بروف لوكا، وشكرا للمعهد الأمريكي للسلام ومركز أفريقيا للدراسات الاستراتيجية، وشكرا لكل الحضور، وصباح الخير ومساء الخير حسب مواقعكم زي ما قال بروف لوكا. السؤال فعلا جوهري، وسلسلة المحاضرات دي فعلا جوهرية وبتساهم في بناء السلام وبناء الدولة، ويعني تحقيق أهداف الفترة الانتقالية. فيعني بجد بنشكركم انكم اتطرقتوا للسلسله دي المهمه من المحاضرات. وعشان نمشي للسؤال بتاعك مباشره، بناء الثقه واحده من القضايا الرئيسيه جدا بين العسكريين والمدنيين، لانها هي يعني بتعتمد عليها جوهر عمليه الانتقال والاصلاح وبناء المؤسسات وبناء الدوله اللي نحن
يعني لأنه لو الإرادة السياسية ما توفرت مجرد إنها تكون مذكورة في وثيقة سلام ولا وثيقة دستورية، يعني بتتطلب إرادة سياسية وتفهم المدنيين والعسكريين مع بعض، يعني ده جوهر ده السبيريت، عشان كده هو مهم جدا بناء الثقة. لكن قبل ما نتكلم عن أهمية بناء الثقة، برضو أنا في نقطة مهمة دائرة نبه لها، إنه ما نقع في التبسيط المخل بين ثنائية المدنيين والعسكريين، لأنه ما كل العسكريين مثلا قد يكونوا ضد التحول مثلا كده، لا، في قطاعات عسكرية كبيرة جدا وخصوصا في الرتب الوسطى والكده ممكن يكونوا انترستد في الانتقال اللي بنتكلم عنه. وكمان برضو ما كل المدنيين هم اوتوماتيكلي ديمقراطيين، في مدنيين دائرين يحافظوا على العلاقات المدنية العسكرية اللي ورثناها من I just want to problematize يعني الثنائيات. كنت أود أن أتكر عن هذه الثنائية بين العسكريين، لكن خليني أقع في بعد ما أشرت للحاجة، خليني أقع في الخطأ وواصل فيه شوية، لكن بس في التحليل محتاجين شوية نميز في يعني الكاتيجورايزيشن ده شوية. واحدة من النقاط المهمة جدا الدائرة أشير لها، إنه بناء الصيغة لازم ننظر لها كعملية طويلة جدا، بروسيس معقد العملية. ولما نفكر في العملية طوال بنفكر في إنه شنو الحاجة الناقصة دايرين نتمها، شنو الحاجة اللي بروبليماتيك مفروض تعالج، يعني في محطات كثيرة، في قضايا كثيرة، في مراحل كثيرة، النقص في المرحلة الأولى ممكن المرحلة الثانية تتمها، لكن كمان البروسيس ده ما دايركشن، الاتجاه بتاعه ما واحد، الاتجاه بتاعه ما بيفضي طوال للانتقال الديمقراطي، كمان ممكن ينزلق نحو يعني انه يكون استمرارية الاوضاع كما كانت، او كمان بطريقة اسوأ، ممكن يكون في ناس بيتكلموا، مراقبين بيتكلموا عن انه ممكن تكون دي اخر فرصة للسودان ذاته، يعني التراكمات والتدخلات، يعني العنف المتراكم وإدارة الدولة بالطريقة القديمة، يعني ما عندنا مساحة تاني نغلط إنه دي آخر مرحلة فاضلة لنا. فعشان كده برضو يعني لما نكون في مفهوم البروسيس قد ينجح، قد ينقل السودان للانتقال الديمقراطي وتكوين مؤسسات الدولة بصورة عامة وإصلاح المؤسسات القطاع الأمني وكده بما فيها. فواحدة من النقاط الثانية الدائرة ركز عليها برضها، ننظر للحاجة دي في السياق السوداني، وبالأخص الإرث اللي ورثناه في القطاع الأمني من النظام السابق، واللي هو مش من النظام السابق، حتى الأنظمة القبليها، يعني حتى من استقلال السودان، يعني في قضايا بناء الدولة ماشية معانا ولو إنها اتفاقمت في الفترات الأخيرة في النظام السابق بصورة أكبر. فهنا الإصلاح يعني معني به كل أجهزة الدولة، يعني واحدة من المفاهيم الأساسية اللي بحاول أركز عليها إنه الدولة عندها محمول كولونيالي، لسه الدولة السودانية ما بقت ملك للسودانيين، يعني الإعلام السوداني لسه موجه لأنه يلمع مثلا الناس في الحكم على حساب قضية إنه يعكس قضايا الشعوب، المؤسسات الاقتصادية مثلا لسه بتعمل على إفقار الشعوب أكثر من إنها تعمل على تنميتهم وكده. فأجهزة الدولة بما فيه النظام الأمني هو أقرب من منظور الشعوب، أقرب للإرهاب، لما يسمعوا كلمة أمني ولا الأجهزة الأمنية بيجيهم مفاهيم الإرهاب أكثر من الأمن. وده دائما لما نمشي للمجموعات المبعدة، يعني هي ذات الدولة بتخدم لسه شرائح ضيقة جدا بسيطة جدا، وكل ما ابتعدنا من المركز للهوامش الدولة بتعمل عمل عكسي، والنظام الأمني في الحتة دي بتكون عمليتها مش حفظ الأمن بالعكس إرهاب. فهو ده كان ده خلق إحساس عند مجموعات كثيرة جدا إنها دائرة تحمي روحها من الدولة. فعشان كده ظهرت الـ 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 يعني الـ
الآليات المختلفة أو الحركات المختلفة، نظام المقاومة، المتاريس، كل مظاهر إنه أنا محتاج كمجتمع أحمي نفسي من قمع الدولة. فهنا ذاتها قمع الدولة كان موزع بطريقة disproportionately، فكل ما نمشي للهامش بنلقى الوضع أفظع من حروبات وتدمير، وده كله كان بيتم بدعاوي حفظ التراب الوطن أو حفظ الوحدة، لكن الوحدة ذاتها كان بطريقة أنت ما بتحفظ الوحدة بالcoercion، وده وفشلنا فيه. والخير مثال لذلك الجنوب بعد حروبات طويلة جدا بادعاء حفظ تراب الهناي ما عملنا. فهنا لازم نصل من الخلفية الكبيرة دي إنه لا، نحن ما حنتحد بقوة، ولا القوة العسكرية هي اللي حتوحدنا. اللي حتوحدنا المصالح المشتركة وبناء دولة بتسعنا كلها. فمن خلال في الإطار الكبير ده نحن بنتكلم عن إصلاح الأجهزة والقطاع الأمني، يعني كل الدولة كل الأجهزة دايرة إصلاح، لكن بحسب تخصص أو حسب الأسئلة بتاعت الهناي أنا حخش في إصلاح القطاع الأمني، وده ما معناه أنه باقي الأجهزة باقي الهناي ما دايرة إصلاح، والأحزاب وكل الحاجات، لكن وزن الإصلاحات الكثيرة اللي في النهاية البروسيسز دي حتقود لبناء الدولة لو مشت كويس. فهي دي في الإطار اللي بنتكلم. خلينا نمشي طوالي لمباشرة، خليني أتكلم في نقاط يعني محددة في 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 أهمية الـ يعني ممكن نسميها الفرص والتحديات اللي أتاحتها الثورة وما بعد الثورة ومرحلة الانتقال في بناء الثقة بين المؤسسات العسكرية والمدنيين، والمدنيين اللي في الحكم والمدنيين المواطنين. فواحدة من الفرص الكبيرة، وطبعاً لما نتكلم فرصة طوالة هتكلم عن التحديات اللي بتواجه الفرصة دي ذاتها أو الموجودة في الفرصة دي ذاتها. الفرصة الكبيرة اللي ممكن نتكلم عنها إنه الثورة السودانية، ثورة ديسمبر، بتضحياتها وسلميتها ووعي شبابها وشاباتها وكده بجوهرية العدالة والحرية والسلام وكده، هي وعي شعبي قوي جداً، هو زي الضمان الأساسية من إنه ما حننحرف. يعني واحدة من الضمانات الكبيرة جداً اللي عندنا في السودان الوعي اللي تحقق ده بجوهرية بناء الدولة السودانية، بحيث إنه السلام يتحقق والعدالة تتحقق وكده. واحدة من الفرص الكبيرة جداً المفروض نستغلها، لكن يعني ليات مدى نحن قادرين نحافظ على زخم الثورة ده برضو سؤال بيطرح نفسه. ليات مدى القوة الثورية متوحدة، ولا ليات مدى هي ذات جزء منها اتفرزعت بقت عندها؟ فده سؤال. النقطة الثانية، الوثيقة الدستورية زي ما تكلمت عنها أستاذة مرفت، هي بتحدد العلاقة بين المدنيين والعسكريين وكده. يعني على الأقل الوثيقة الدستورية والمؤسسات اللي تكونت بالوثيقة الدستورية على الأقل بتفتح فرص لأنه القيادات المدنية والعسكرية يتلاقوا ويستمر عمليات بناء الثقة داخليا، لكن ده ما بناء الثقة اللي بنتكلم عنه، بناء الثقة حتى في المجتمعات يعني البر الحكم المواطنين دي القضية. لكن هي الوثيقة الدستورية والتوليفة بتاعت نظام الحكم والمجالس المختلفة ممكن تكون فرصة، لأنه الرؤى الممكن تكون مختلفة to be ironed out، يعني يصلوا لكن دي برضها مهددة بالوضع الاقتصادي. يعني ما بنقدر نتكلم بس عن الجانب الاقتصادي، دائما في الوضع الاقتصادي والتدهور وكده دائما بعض مرات بتحصل انه إلقاء اللوم على الحكومة مثلا المدنية، القادة العسكريين بيجي طالعين يعني ياهو شوفوا المدنيين ما قدروا، فكأنه بتحس إنه في مناكفات وفي منافسة وكده. فهذا تحدي وزين الفرصة، أنا هتكلم عن فرصة ومعاها التحدي. الثورة برضه فتحت طريق لآليات، مثلا آليات العدالة الانتقالية. واحدة من الحاجات اللي أنت بتحقق بها الصغة إنه المظالم والمظالم السابقة تعالج بتطبيق عدالة انتقالية، هدفها ما التشفي ولا هدفها انه نضمن انه القمع اللي ما قانوني اللي ما مضبوط بالقانون هو اصلا الثقه عندها جانبين. اتكلم الفريق عماد عن المونوبولي اوف فايولنس، احتكار العنف.
لكن احتكار العنف براه ما بيحقق. احتكار العنف لازم يكون مسكوب معه عملية تانية، إنه العنف المحتكر في يد الدولة وفي يد الأنظمة كمان تكون محكومة بالقانون. لكن لو في احتكار للعنف لكن الدولة ما حاكمة يدها بتطبيق القانون لتطبيق العنف المحتكر عندها، فالعنف ما بيحتكر. العنف أي زول تاني بيشيل العنف بتاعه وبيكون داير يعمل دفاع عن نفسه. فهنا العمليتين دي لازم تتطابق. فواحدة من العمليات اللي اتفتحت قلنا العدالة الانتقالية وكل ودي واحدة من التحديات فيها برضه إنها بطيئة جدا وفي عدم رضا كبير جدا لسير عمليات العدالة. فدي واحدة من الفرستريشنز البيلدينج الديستراست، فهي يعني عدم الثقة بتتبني كل ما العدالة ما تنجز. يعني كل ما يعني الناس حست بانه فيعني دي النقطه. نمشي للنقطه الثالثه الرابعه، القوات الامنيه المختلفه دي واحده من الفرص بترى انه نفسها انها شريكه في هذه الثوره وملتزمه باهدافها ومتطلباتها، فهي دي رؤيه كويسه جدا انه نحن شركاء في الثوره. لكن وطبعا ده تقييم، يعني في تحليلات كثيرة جدا، هل هي قوات أصلا كانت قيادات تابعة للنظام السابق ودائرة تحافظ على مناصبها وعلى مصالحها من الحاجة دي جويند الثورة، ولا هي فعلا اتغيرت وفعلا ملتزمة به؟ فهنا محتاجة برضها يعني تثبت الحاجة دي، لأنها دي واحدة من المحكات الأساسية جدا ليعتمد أي. فواحدة من الحاجات إنه هل هي كانت من رموزه وآلته القمعية، ولا هي فعلا اتغيرت؟ ولو اتغيرت هل هي مستعدة لتغيير الأجهزة اللي كانت قمعية ومظاهرها شفناها؟ النقطة اللي بعديها ممكن نتكلم عن إعادة توجيه الموارد. دي واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلق الثقة برضها، فإنه كانت في موارد، يعني الدولة كانت دولة حرب وكل الموارد الاقتصادية كانت موجهة للآلة القمعية والآلة الحربية. هل ممكن الموارد دي يتم إعادة توجيهها لبناء السلام وقضايا إعادة توطين النازحين وبناء البنى التحتية؟ يعني لأنه الأمن مرتبط برضو بالتنمية، ما في أمن بدون تنمية. فهل في peace dividends المستحقات السلام ممكن يطلع من إننا قللنا تكاليف الحرب؟ دي واحدة برضه ممكن تخلي الناس في أقاصي السودان يحسوا بأنه فعلا في تغيير، وبعد ذلك يبقى في ثقة ماشية في أنه نحن ماشيين في الاتجاه. فهي بروسيس طويل محتاجين نصبر، لكن كمان الصبر أنت بتكون مراقب هل ماشي أنت في السكة الصحيحة. فأنت لو ماشي في السكة الغلط وتصبر ده غلط، لكن لو ماشي في السكة الصحيحة ممكن تصبر. واحدة من النقاط، معلش نقاط سريعة حتمها، بس النقاط برضها في دعم عالمي ولو على المستوى النظري، دعم عالمي يعني الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، في دعم يعني على الأقل على المستوى الخطابي إنه بيدعموا الانتقال الديمقراطي في السودان. فهي دي ممكن تكون واحدة من الفرص. لكن كمان برضو في الاتجاه نفسه في اتجاهات إقليمية ممكن تكون يعني التدخل بتاعها سلبي، يعني الأبعاد الإقليمية والعالمية ما كلها هوموجينيس، ما اتجاه. واحدة من الحاجات برضها الأسلوب القمعي ما بعد الانتقال، أو يعني في ظل الحكومة الانتقالية قل نسبيا، وما بنقدر نقول انتهى، لا في أشكال كثيرة منها، لكن إنه الأسلوب القمعي يقل بيفتح مساحات للنقاش والحوارات واستراتيجية الأمنية. لأنه لما نقول إصلاح الأمني هي ده واحدة من الحاجات الأساسية بتاعت المشاركة، مشاركة الجميع، مشاركة الجميع في ظل قمع كبتل الحريات ما بتتاح. فواحدة من القضايا الأساسية الإنكلوسيفيتي والأونرشيب في إصلاح الأمني ممكن يكون الانفتاح البسيط بتاعت الحريات تساعد في الحاجة. النقطة الأخيرة الدائر أركز على إنه اتفاقيات السلام القادمة برضها ممكن تكون فرص
لتعديل الحاجات اللي تمت في الاتفاقات الناقصة في الاتفاقات السابقة، بحيث إنه ممكن يعني نتفادى ونصل لبناء جيش وطني واحد واحد. ده كلام أنا بتكلم عن إنه الاتفاق السابق ما أظن بيقود لجيش وطني واحد، لأنه حتى في تعريفهم للقوات الأمنية زي ما بقرأ لكم من الاتفاقية، المؤسسة العسكرية يقصد بها، ده في صفحة 174 من الاتفاقية في التعريفات، المؤسسة العسكرية يقصد بها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. فمعناه ما عندنا قوة جيش واحد. هل الدعم السريع وضعه شنو؟ هل هو جيش ولا حل؟ يعني في نقاش ما أثرناه في فالوضعية بتاعت القوات دي. فهي دي واحدة برضها بما إنها فرصة، لكن كمان ممكن تكون عقبة كبيرة جدا في الاتفاقيات القادمة، لأنه ما قضية بسهولة ممكن يصلوا فيها لاتفاق. لكن في آليات كثيرة برضها مقترحة، معلش، آليات زي المؤتمر الدستوري، دي كلها فرص ممكن نستغلها في بناء علاقات صحية. ونحن ما نتكلم عن السيطرة والمفاهيم، لا، ما سيطرة، هي كلنا نحن شركة في إنه نبني سودان بيحتوينا كلنا. شكرا. شكرا جزيلا دكتور تامر للإيضاح، وبالأخص عدم تعميم القطاعين، وده كلام في مهل، وانت كمان قدمت بعض الفرص والمساحة للتعضيد وتقوية العلاقة بين العسكريين والمدنيين. هنتحول حسي للفقرة الثانية للأسئلة.